بعث رواد فضاء مهمة شنجو 14 الذين يؤدون مهامهم في محطة الفضاء التهانية لمعرض الصين الدولي 14 للطيران والفضاء الذي افتتح يوم الثلاثاء. أنا رائد الفضاء تشن دونغ. بمناسبة افتتاح معرض الصين الدولي 14 للطيران والفضاء من محطة الفضاء الصينية، نعرب أن تمنياتنا بنجاح المعرض. أنا رائدة الفضاء ليو يانغ، ونحن فخورون بالإنجازات التي حققها الوطن الأم في المجال الفضائي الجوي، ونقدم احترامنا لعمال الفضاء الذين قدموا مساهمات كبيرة في التنمية الفضائية الجوية لبلادنا. أنا رائد الفضاء تساي سي جو. لقد أصبح معرض الصين الدولي للطيران والفضاء منصة مهمة لإظهار صورة دولة كبيرة وتعميق الانفتاح والتعاون. أتمنى لجميع الأصدقاء الذين يشاركون في المعرض مكاسب مثمرة.